أخبار اليوم. دائما عينينا بتبقى على اللعيبة بصراحة، وبقولها الأصغر سنا الملتزم اللي بيبقى عنده ثقافة الفوز، عنده حب لبلده، لأن دي مهم يبقى عنده ثقافة الفوز، وبقى عارف إن أنا لما أجي المنتخب أعلى من نادي وأعلى من أي مكان، وده اللي دايما إحنا بنزرعه عند اللعيبة. والحمد لله يعني يوم بعد يوم بيتطور فكر اللعيبه معانا، وبيتطور فكر المجموعه اللي معانا، بيتطور للافضل. انا لازم اعترف انه بيتطور للافضل دلوقتي عن الفتره اللي كانت قبل كده، اللي هي الفتره بتاعت من شهر 6 لشهر 9 اللي ما بيبقاش فيها مسابقات مصريه، ودي مشكله ثانيه لازم نتكلم فيها. الفتره دي بالذات، لان الفتره دي هي انا بعتبرها الفتره التي تنهي دائما على الكره المصريه في مسابقاتها كلها بالكامل. هي الفترة اللي ما بتبقاش مستغلة، اللي هي من شهر 6 لشهر 9، واللي بيحصل فيها نهاية موسم عندنا بمسابقاته ونلعب فيه ماتشات دولية رسمية، وبداية موسم لسه اللعيبة ما اكتملتش ونبتدي فيه المسابقات الأفريقية. بس دي مشكلة قديمة قوي يا كابتن. مشكلة قديمة. وعشان كده إن مسابقاتنا عكس مسابقات القارة. وعشان كده يا أستاذ جمال، إحنا ماشيين أصلنا بالتوقيت تخلص الكرة الشمالي. هم ماشيين عكس فديت المشكلة. لأن إحنا بنحس بنشم في كلامك رائحة يعني كده انتقاد لما تتناوله الصحافة يعني لكن طبعا أنا بأكد لك أن كل من يكتب نيابة عن الجميع، كل من يكتب في شأن الكرة المصرية وفي شأن المنتخب القومي المصري الوطني هم حريصون على يعني تثبيتك ودعمك وكده، لكن في طبعا الاراء بتختلف. انت مش مشكلتك مش في الاعلام، انت مشكلتك ان 90 مليون مصري بيفهموا في الكوره تمام، وكلهم بيقولوا رايهم، فانت حل من اثنين، يا اما تقرا الكاتب واحد بس تمام، لان ممكن تكون كاتب كويس يعني يكتب حاجه يكتب عكسها جمال وفي موقف مختلف يتبادل، فانت يا تقرا الكاتب واحد بس، يا اما ما تقراش. والله يا خالد انا بقول لو ما كانش الاعلام مساند لشوقي غريب طبعا ما كنتش وصلت للمكان اللي انا فيه بالظبط خالص. وخاصه يعني خليني يعني انا لاعب نادي غزل المحله يعني برضه الوحيد اللي طبعا يعني لا يعني خلينا اكون صريح يعني برضه ايه لا يعني لاحظ ان الجزئيه دي اذا ما كانش الاعلام مساند لشوقي غريب ما كنتش انا جيت، لكن هي الموضوع كله انا قلت لما الاعلام دلوقتي منتشر انت يعني هقول لحضرتك على حاجه. هو في سؤال بس يا كابتن في الجزئيه، هو تقريبا طبعا انا برحب بيك في اخبار اليوم واحنا سعداء بيك جدا. هو نفس الاشخاص اللي هاجموك لما تم تعيينك مدير فني للمنتخب هم الاشخاص اللي بيهاجموك قبل ما تبدا المنافسات، هم الاشخاص اللي بيهاجموك دلوقتي. طب ايه القصه يعني ايه اللي ما هو بص يعني انا لو ما عنديش قناعه بالاستاذ ياسر تمام؟ استاذ ياسر على اساس عشان حتى لا تفسر مش ولا كلام غلط ما عنديش قناعه بالاستاذ ياسر على اساس دلوقتي. اكيد هيفضل ما عنديش قناعه بيه حتى مهما عمل، لان انا من البدايه وانا حكمت على الاستاذ ياسر واخد موقف فالوضع طبيعي. طب لو جات لي الفرصه لاني يبقى عندي ان انا اعبر واقول واتكلم واعمل، اكيد سهل الموضوع خالص، الى ان تثبت عكس ذلك يعني دي مسؤوليتي انا، عكس ذلك ان احنا ربنا يكرمنا يوفقنا نكسب نوصل للهدف اللي موجود، يلاقي الناس تلاقي تيم، يلاقي فرقه بتلعب كوره، في شكل في الملعب، في اداء كويس، في حاجه طيبه، اكيد الاراء كلها تتغير، لكن صدقني يعني بص ما هو الفرصه بتبقى موجوده طول ما النتيجه مش كويس، يعني في ناس كتير ما بتحكمش على العمل اللي موجود، بتحكم على النتيجه، طالما النتيجه موجوده والنتيجه غير مرضيه بيبقى الحكم موجود كده. هما نفس الوضع، نفس الاقرار زي ما انت قلت، نفس الناس زي ما انت قلت، نفس الكلام ما زادوش بل بيقلوا. انا بتكلم بصراحه بيقلوا مع التحسن في لا يعني بعد ما يعني نفترض بعد ماتشين بتسوانا انا حسيتها فعلا بدا الكلام
يقل كتير في امل، وبدات نبره الامل عند الناس كلها. وخليني صريح، سواء شوقي موجود او شوقي مش موجود، في ناس كتير بيحبوا بلدهم فعايزين منتخب مصر يبقى في المقدمه، عايزين منتخب مصر يوصل للبطوله، عايزين، لان برضه احنا يعني احنا في المرحله اي انتصار هيسعد الناس، واي انتصار هيسعد الشعب، واي، وخاصه برضه خلينا اكون صريح مع حضرتك، ما هي كره القدم هي لا رؤيه للناس.